الحاجه الثانيه، النهارده كمان الحكام بينزلوا، الحكام الميدان بينزلوا خايفين، شايلين هم حكام الفار بسبب التدخلات الغير مبرره في بعض الحالات التحكيميه اللي موجوده في المباراه. النهارده كمان حاجه مهمه جدا، النهارده حكام الفار بتتدخل في حكم، في شغل حكم الميدان عاطل على باطل، وده مخالف لبروتوكول الفار تماما. الفار اتعمل يا استاذ كريم يا استاذ نهوان تدخل قليل وفائده اكبر للمباراه. اصلا المبدا اللي الفار اتوجد عشانه بقى يعني اتضرب في مقتل، فكره ان يبقى في فار باحقاق الحق، يعني احنا مش لامسين ده في كل المباريات اللي فاتت تقريبا. يعني هروح بعيد ليه، ماتش فيوتشر في ضربتين جزاء تقريبا لم يتم حسابهم من قبل الفار لصالح النادي الاهلي، وكذلك في مثلا في ماتش المصري الاخير. يعني هو يعني اللي بيحصل ده افقدنا الثقه في اهميه وجود الفار او جدوى وجود الفار انجاز التعبير. طيب انا هتكلم بالورقه والقلم ومش هقول كلام مرسل كريم. اتفضل. وهجيب لك الماتشات اللي فيها اخطاء سريعا، مش هقف كتير، ولكن هقول لك قد ايه الفار خسر النادي الاهلي لحد دلوقتي تقريبا 7 نقاط، وانا بتكلم بالورقه والقلم وهقول لك ايه هي المباريات سريعا. اتفضل. ومن ضمنها كانت مباراه الاهلي وفيوتشر اللي كانت في الاسبوع السابع، اللي كان فيها الحكم امين عمر وكان فيها حكم الفار سيد شعبان، اللي النهارده بيتكرر سيد شعبان حكم الفار في مباراه الاهلي وسموحه. ودي يعني رساله، لما يكون حد عندك حكم في الفار عنده مشكله في مباراه قبل كده، من فضلك لو سمحت حاول انك انت تبعده عن هذا. تعال نشوف الاهلي وفيوتشر، الاهلي وفيوتشر، خلينا نشوف اللقطه اللي هي كانت هناك ركله جزاء لعلي معلول، وفي نفس اللعبه كانت هناك ركله جزاء لشادي حسين. نشوف ركله جزاء علي معلول اللي هي لم تحتسب لعلي معلول. عندنا حالتين في الماتش ده، يا ريت لو عندنا نقدر نجيبهم. الهدف اللي انا بقوله ايه، يعني بقول ان الحكم الفار في ماتش الاهلي وفيوتشر كان يجب التدخل مع حكم الميدان لان في ركلتين جزاء لم يحتسبوا في هذه المباراه. النهارده الحكم بيتعين في مباراه الاهلي سموحه، انا بدي رساله للحكم سيد شعبان بقول له يعني اتمنى منك ان النهارده في اعتقال الاهلي وسموحه يكون في تركيز وعدم تكرار اخطاء المباراه اللي حدثت في مباراه الاهلي وفوت. نشوف لو يعني عندنا لقطه علي معلول، وعشان بس يبقى الكلام احنا بنعرض يا كابتن ناصر، واحنا بنكلم حضرتك كل اللي حضرتك بتشير ليه اللقطه دلوقتي قدامنا على الشاشه تحديدا. طب خليني بقى نقف هنا بعد اذنك، نقف هنرجع بس كده. هذه المباراه اللي كان الحكم امين عمر وكان الحكم فؤاد سيد شعبان، خليني نروح للعبه علي معلول الاول ونحللها عشان نقول لكل الساده المشاهدين ان هنا كانت في مخالفه واضحه جدا جدا، وهي المهاجمه بقدم على ساق وقدم طبع. معلول طبعا، وهنا الحكم قريب واشار باستمرار. شوف اللعبه الثانيه اللي هي كانت مع شادي حسين، يعني ركلتين جزاء يا نهوان في الدقيقة 59 في نفس الدقيقة، وأنا بستغرب يعني أنت حضرتك حكم الفار نيجي هنا إيه؟ شوف التدخل اللي هو في مهاجمة والقدم في القدم والعرقلة واضحة. طب هنا الحكم ما حسبش، ويمكن هنا هتبان أكتر. شوف، لا أنا عاوزين نوقف وهي الرجل رايحة على قدم علي معلول. دي ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب لعلي معلول هنا بس. بس تمام هايل. شوف هنا القدم في مهاجمه، ودي في القانون المهاجمه والدوس فوت ان فوت، يعني ايه؟ القدم فوق القدم. طب انت محتاج ايه تاني يا حكم يا فار وما جبتش الحكم في هذه الحاله؟ دي واحده. في نفس اللعبه لما نروح لشادي حسين، خلاص هنا في ركله جزاء هنا، بص يا كريم هنا في يعني في قدم فوق قدم طبعا ما حسبتش، دي واحده من ضمن المباريات. وبعدين بتروح لشادي حسين، شادي حسين بيلعب وبعدين العرقله بتتم تاني في نفس اللعبة. نشوف العرقلة هنا، احنا مش بنتجنى على حد، ولكن هذه يا جماعة أخطاء فادحة. هذه المباراة الأهلي تعادل 1-1 وأفقد الفار والحكم النادي الأهلي نقطتين. أنا بتكلم على مباراة واحدة، خلي بالك يا كريم. طبعا. ما بالك احنا عندنا دلوقتي 5 مباريات تدخلات غير مبررة، 3 مباريات منهم النادي الأهلي تعادل فيهم، الأهلي وفيوتشر، الأهلي والمصري، وعندنا مباراة تانية تقريبا كانت الأهلي وسيراميكا.
لما نتكلم في 6 نقاط النهارده الفار سبب في ان هم يضيعوا على النادي الاهلي، لا يا جماعه احنا لسه بدري، ده احنا لسه ما لعبناش يعني 13 مباراه، لان بقى فيهم 3 مباريات او 4 مباريات فيهم اخطاء، عندنا مشكله كبيره جدا.